دولة مالي، دولة الغابون ودولة مدغشقر، وكنشكرهم لأنهم لبوا أيضا دعوة الجمعية ودائما إلى جانبنا، خصوصا الأشقاء القطريين لكي يكونوا إلى جانبنا دائما. تحية عالية لكم، تحية عالية لشباب جمعية عبد الصمد الكلفاوي، وكذلك لجنود الخفاء من الصحافة، المواقع الإلكترونية، وسائل إعلامية، من قنوات القطب العمومي، الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، قناة دوزيم، ووكالة المغرب العربي للأنباء، وكل من ساهم إعلاميا في تسويق مهرجان العرائش الدولي في دورته السابعة. في بداية حفل هذه الأمسية اسمحوا لنا أن نقدم فقرة توزيع جوائز دور عيد العرش المجيد لكرة القدم. في البداية الآن كنادي على السيد علاء الدين العمراني اللي حصل على المركز الثاني، ولغادي يتسلم هذا الدوري أو يتسلم هذا الجائزة، اللي هو قائد فريق جمعية عبد الصمد الكلفاوي، وغادي يتسلم هذا الجائزة من طرف السيد رئيس المنطقة الإقليمية للأمن الوطني، الكفاءة التي نفتخر ونعتز بها، الأستاذ عبد الفتاح الرادي. له السيد رئيس الدائرة الحضرية للمننة، الأستاذ عبد اللطيف ميزان.